بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل. وما زلنا في معنى الحديث المتشابه المعنى والغير معلوم معناه إلى يومنا هذا: أنزل القرآن على 7 أحرف. ففيه أقوال كثيرة، من بينها النوع القول السادس في معنى هذا الحديث، وإن كان ولا قول من هذه الأقوال التي نقرأها وسوف نقرأها وسوف تقال إلى يوم القيامة يؤدي معنى الحديث على حقيقته، لأن في خلاف ويستمر الخلاف حتى يكون من أخبار النبي ما فوق العقول، لأن النبي عبد القاهر فلابد يقهرنا برضو، زي ما في آيات في القرآن كده فوق عقلك وتقر بها وهي فوق عقلك، لأنه قاهر فوق عباده، فعبد القاهر لابد يقهرك برضو في سنته، فيأتي لك بأشياء تقول الله أعلم، فهمت؟ لأن احنا عقلنا بالنسبة لعقل النبي ناموسة، بالنسبة لعقل إنسان عاقل احنا ناموس هاموش، عقلنا وإدراكنا بالنسبة لإدراك النبي إدراك هاموشة وناموسة وبعوضة بالنسبة لإدراك إنسان عاقل، تصور بقى. وبالتالي لا يستحيل واحد يحيط بالسنة أو يحيط بالقرآن علما، ولكن على أي حال ربنا ادانا عقل يكفينا إذا تدبرنا مع حسن النية إننا نأخذ النجاة والتوفيق على قدنا كده، فهم؟ فلازم الإنسان يقر بعجزه ويقول أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي. فالقول السادس في المسألة أن ذلك، يعني ذلك يعود على إيه؟ على أن 7 أوجه راجع إلى بعض الآيات وليس كل القرآن، مثل قوله أفل لكم، فهذا على 7 أوجه: بالنصب والجر والرفع وكل وجه بالتنوين وغيره. أف أفي، أفا أفا، أف أفو، أدي إيه؟ 6. والسابع بالجزم أف لكم. كل دي احتمالات لغوية وليست قرآنية، لأن القرآن ورد بإيه؟ أف لكم، أف لكم، أف لكم، بس 3 احتمالات بس اللي ورد في المتواتر. في المتواتر أف لكم دي قراءة المدنيان وحفص، فلا تقل لهما أف إيه ولا تنهرهما، مش كده برضو؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، دي قراءة مين؟ قراءة المدنيان اللي هو نافع وأبو جعفر وحفص. طيب ابن عامر وابن كثير ويعقوب يقول إيه؟ أف لكم، كويس؟ طب وباقي القراء أف لكم بالكسر بغير تنوين، ده اللي وارد في المتواتر. لكن في غير المتواتر بقى تحتمل إيه؟ 7 أوجه زي ما قلت لك في الأول. يبقى وكل وجه التنوين وغيره، وسابعها الجزم، ومثل قوله تساقط عليك، تساقط يساقط تساقط يساقط يسقط تسقط، كل دي احتمالات ماشية في اللغة، واخد بالك ازاي؟ وزي برضو ايه يسقط، كل دي احتمالات في اللغة، لكن اللي وارد تساقط وتساقط ويساقط، واخد بالك ازاي؟ قال ابن عبد البر وأجمع، طبعا واحنا بنقرأ الاحتمالات دي كلها بتحس بضعف الايه؟ بضعف التأويل، لكن هو زي ما تقول واحد غرقان وقاعد بيضبش كده بيلاقي له قشة يقول لك انا
انا عرفت المعنى، وفي الاخر تطلع قشة، المعنى اقوى من هذا. فهمت بقى ازاي؟ فما زلنا لسه ايه بنضبش كده في بحر هذا الحديث، حديث بحر محدش عارف معناه، وتألفت فيه رسائل دكتوراه، وتعملت فيه مش عارف، ولحد دلوقتي محدش عارف معناه. فهمت بقى ازاي؟ قال ابن عبد البر: واجمعوا على ان القرآن لا يجوز في حروفه وكلماته وآياته كلها ان تقرأ على 7 احرف. ده دي امثلة، هو بيقول القرآن، انت جايب لي بعض الالفاظ. فهمت ازاي؟ هو يعني ابن عبد البر بيقول لكم انتوا قاعدين بس تضبشوا، قاعدين تقولوا اي عك، ما تفوقوا بقى. فهمت بقى ازاي؟ علشان تعرف ان امة النبي طول عمرها بتقوم بعضها البعض. اللي يجي يقول لك احنا عايزين يعني ايه ننقي التراث، هو التراث منقى بنفسه. العلماء يقعدوا يناقشوا بعض، وده يناقش ده، وده يعارض ده، وده يصلح لده، ويعمل. فالأمة بحر قاعد بيغسل نفسه، مش محتاجين حد يجي يغسلنا. الغباوة اللي طالعة اليومين دول كان عايزين ننقي التراث. تنقي التراث ايه يا استاذ؟ ما هو متنقي لوحده. خش في اي كتاب كده وتلاقي الاراء، تلاقي ده بيرد على ده، وده بيصلح لده، وده بيقوم لده، وده بيرجح. فالتراث مقوم، انتوا ما قريتوهوش اصلا. لو قروا التراث يعرفوا انه مقوم جاهز، هم اللي ما قروهوش. فهمت بقى؟ قال ابن عبد البر: واجمعوا على ان القرآن لا يجوز في حروفه وكلماته وآياته كلها أن تقرأ على 7 أحرف ولا شيء منها، ولا يمكن ذلك فيها، بل لا يوجد في القرآن كلمة تحتمل أن تقرأ على 7 أوجه إلا قليل، مثل وعبد الطاغوت، عبد الطاغوت، عبد الطاغوت. دي حاجات احتمال، دي يعني نماذج مش قرآن، دي ألفاظ، بعض الألفاظ. وتشابه علينا وبعذاب بئيس وبيس وخد بالك ازاي، بئيس وبيس وبئس وهكذا. وقال الشيخ: وذلك ليس هذا، كل ده مش هو ده 7 أوجه. كأنك انت قاعد بتتكلم في حاجة والحديث في موضوع تاني. فهمت؟ وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: وهذا المجموع في المصحف هل هو جميع الأحرف 7 التي أقيمت القراءة عليها، أو حرف واحد منها؟ ميل القاضي أبي بكر إلى أن جميعها، إلى أنه جميعها، وصرح أبو جعفر الطبري والأكثرون من بعده بأنه حرف منها. ومال الشيخ الشاطبي إلى قوله صاحب حرز الأماني، الشاطبية بتاعت حرز الأماني، وشرفت مصر مدفون فيها سيدنا الإمام الشاطبي، هنا موجود في مصر، تروح تزوره. انت قبوري ولا ايه؟ احنا بنحب نزور قبور الصالحين، احنا نحب لان دي سنة النبي، زيارة قبور الصالحين، واخد بالك؟ هي دي حقيقة. لكن سنة الوهابية الاغبية، واخد بالك، بيظنوا ان زيارة الميت شرك. طب وربنا ميت؟ ده ربنا حي لا يموت. ايه التشابه؟ ايه وجه التشابه بين الميت والحي الذي لا يموت؟ غباوة وهابية لا مثيل لها. ومال الشيخ الشاطبي إلى قول القاضي فيما جمعه أبو بكر، سيدنا أبو بكر جمع الجمعة الأولى، مش كده برضه؟ فقال إن الجمعة الأولى بتاعت أبو بكر دي، الإمام الشاطبي بيقول كده، دي اللي فيها 7 أحرف. إنما جمعة سيدنا عثمان إيه؟ اكتفى بالمتواتر بس. فهمت بقى إزاي؟ يبقى في فرق بين جمعة أبي بكر وجمعية إيه؟ سيدنا عثمان. عشان كده قال لهم حرقوا كل المصاحف غير دي، دي المعتمدة. وزع مصاحف الامصار، لهم هو ده المعتمد، حفظوا ولادكم ده بس، والباقي كله احرقوه، وجزاه الله خير على ما فعله سيدنا عثمان. ومال الشاطبي الى قول القاضي فيما جمعه ابو بكر، والى قول الطبري، اللي ان الامام الطبري قال لك ايه؟ ان كل اللي موجود ده حرف واحد بس اللي احنا بين ايدينا، انما 7 أحرف دي خلاص ايه؟ اندثرت بسبب ان بعضها اخبار احاد. واحنا قلنا لا يثبت القرآن إلا تواترا وليس أحادا، كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، وحيثما اختل شرط فاثبتي شذوذه لو أنه في إيه؟ في 7. مش قايل كده في طيبة النجر؟ يبقى 3 شروط عشان نقول عليها قرآن: إنه يوافق وجه نحو، وإنه يوافق الرسم العثماني، وإنه يثبت تواترا. أي خلل في أي شرط من دول ما يبقاش قرآن، يبقى خبر، فلا يصح انك انت تصلي بالقراءات الشاذة في الصلاة. ممكن ترويها كأنها حديث، لكن ما تقولش ان انا هصلي بيها النهاردة.
الطرفين. وإلى قول الطبري ذهب الإمام الشاطبي، القول الطبري فيما جمعه عثمان، يبقى عثمان حرف واحد وجمعية أبو بكر كان السبعة إيه أحمر، ده كلام مين؟ الإمام الشاطبي، وقابل للمناقشة كمان، مش كل الناس موافقة، فهمت؟ الاحتمال السابع يعني التفسير السابع اختاره القاضي أبو بكر وقال الصحيح أن هذا أبو بكر مين؟ الباقلاني، القاضي أبو بكر الباقلاني، اختاره القاضي أبو بكر وقال الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطها عنه الأئمة وأثبتها عثمان والصحابة في المصحف وأخبروا بصحتها، وإنما حذفوا منها من لم يثبت متواترا. فهمت كلام أبو بكر الباقلاني؟ بيحاول إيه يلفق الأقوال المختلفة ويحط كل واحدة في مكانها، زي عارف انت ما يبقى عندك لعبة بازل اللي ايه الصورة متقطعة 100 حتة، فهو لقى ايه الاراء كده، وهنا اراء هنا واراء هنا واراء هنا، فلقى البازل ينج ده بقى اللي قدامه ده دي الاخبار، فحاول بقى يجيب لك حتة من هنا يعمل لك جملة مفيدة، وقد تكون الجملة المفيدة دي توافق عقول من يوافقوه وقد لا توافق عقول من لا يوافقوه برضه. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده لما بتقرا في كتب السلف الصالح والمناقشات دي بيتولد عندك ايه سعة الفهم وقبول قول الاخر، تقوم تعرف تعيش مع الناس كلها وتناقش الفهوم المختلفة بدون عصبية وبدون تبديع وبدون تكفير. لكن اللي اتعلموا المذهب الوهابي ما قروش في مثل هذه الكتب وادعوا العلم، فما عندوش الا قول واحد وفهم واحد وخلافه كفر وايه وبدعة وضلالة وفي النار. هذه المشكلة بتاعتهم لأنهم لم يقرأوا مثل هذه الكتب ولم يتعلموا بهذه الساعة، فهمت؟ عشان بس ما تغترش بيهم ولك احنا أهل حديث، وهم لا أهل حديث ولا أهل إيه؟ تفسير ولا أهل قرآن ولا أهل حاجة، هم أهل بدعة وضلالة وحمير لا يفهموا ما يقرؤون، دي الحقيقة. كمثل الحمار يحمل أسفارا، وده تشبيه قرآني، وإحنا بنقول لهم كده عشان يفيقوا لا تشنيعا عليهم، ولكن عشان نفوق. احنا كان اساتذتنا واحنا في المدرسه لما كنا ما فهمش حاجه يقول لك ولا انت حمار يا ولا، يوم الكلمه دي تدفعك انك انت ما تبقاش حمار تتعلم اكتر، فاحنا بنعمل لهم كده، نقول له انت يا ولا يا حمار انت تعالى اتعلم، يقوم يجي الولا يتعلم. فهمت بقى ازاي؟ ادي الحكايه. لكن احنا لا نشنع على فكره باحد، احنا بندعو لهم في صلاتنا زي ما بندعو لاولادنا وزي ما ندعو لابائنا، لان هم امه النبي برضه، لانه هيروحوا ويجوا فين؟ هم من امه النبي، فهمت؟ بس من عوام امه النبي، لم يخرج منهم ولي ولم يخرج منهم عالم، وكل الشوشره دي بتاعتهم لم تخرج اجماعا. فهمت بقى ازاي؟ هم ما عملوش حاجه، شويه ولعوا نار وعملوا شويه دخان وهيموتوا ان شاء الله ونخلص منهم. بس امتى يموتوا؟ لما يخرجوا مع الدجال. السابع اختاره القاضي أبو بكر وقال الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت يعني انتشرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطها. خد بالك أن كلمة استفاضت غير تواترت، في معنى دقيق بين كلمة استفاضت، أصل العلماء دول مش بيكتب كده بالكوم، لا ده كل كلمة عنده بميزان أكتر من الذهب، ما يقولش تواترت، هو يقول استفاضت يعني مشهورة بس لم تبلغ حد التواتر، يبقى استفاضت يعني اشتهرت لكن لم تبلغ حد التواتر. فهمت بقى؟ وأن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطها عنه الأئمة وأثبتها عثمان والصحابة في المصحف وأخبروا بصحتها، وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا بس. وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وتختلف ألفاظها أخرى وليست متضادة ولا منافية، كلام عام لكن طبقه لي على الواقع القرآني اللي قدامك ما تعرفش، لا تطبيق له، كلام نظري. الثامن قول الطحاوي، الطحاوي برضو مدفون هنا في مصر وليه قبر يزار، الإمام الطحاوي كان شافعيا وبعدين بعد كده قلب إلى المذهب الحنفي وصار إمام من أئمة الأحناف. فهمت؟ الإمام الطحاوي
موجود هنا في القرافة المصرية في صفح المقطع. قول الطحاوي أن ذلك كان في وقت خاص لضرورة دعت إليه. الإمام الطحاوي يقول لك ده كان كلام في بداية نزول القرآن، كان النبي بيتنازل أحيانا مع لهجات العرب، يسيبهم يقولوا بلهجتهم لحد ما تضبط الألسنة، وبعد ما انضبطت الألسنة علمهم في الإيه القرآن على الوجه الذي إيه نقرأه الآن. لكن ده كان في ده كلام مين؟ الإمام الطحاوي. فهمت؟ برضه لم يثبت إن النبي كان يتنازل في القرآن إيه علشان من أجل اللهجات. كلمة برضه مش حلوة من الطحاوي رحمه الله، يعني وسع أمر فيه إيه نوع من إيه من التسيب شوية، وإحنا لا نقول بهذا التسيب، إحنا نشعر أن النبي كان يصبر على الناس ويعلمهم ما أنزل إليه بغير تبديل. فهمت؟ لكن على اي حال شوف قول الطحاوي عشان اقول لك ان الحديث ده بحر غرق فيه الناس وما زال غرقان، فالاحسن انك انت تقراه ولا تفسره. كويس. ان ذلك كان في وقت خاص لضروره دعت الي، لان كل ذي لغه كان يشق عليه ان يتحول عن لغته، ثم لما كثر الناس والكتاب ارتفعت تلك الضروره، فارتفع حكم الاحرف السبعه وعاد ما يقرا به الى حرف واحد. كويس، ده كلام الإمام الطحاوي، ونكتفي بهذا ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.